خلال الجلسة رفيعة المستوى الحوار بيترسبرغ للمناخ، الرئيس السيسي يؤكد أن تغير المناخ بات يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الألمانية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، ويؤكد أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل قارة أوروبا. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن استئناف تصدير الحبوب هو من أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص التقدير للمستشار الألماني أولاف شولتس، مشيدا بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، والذي ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي. وخلال كلمته في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرغ للمناخ، أشار الرئيس السيسي بتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة. أود أن أعرب عن خالص التقدير للمستشار أولاف شولتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، وأن أشيد بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، والذي ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة. ولعل خير دليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم في إطار حوار بيترسبرغ، هو المحفل الذي أصبح على مدار السنوات الماضية إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد مؤتمر أطراف تغير المناخ، لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ ولحشد التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف. وخلال الكلمة أوضح الرئيس السيسي أن مصر تستضيف الدورة 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة وأزمة الغذاء التي تعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلا عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا. تستضيف مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة وأزمة الغذاء التي يعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلا عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية جسيمة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت العام الماضي في جلاسكو. كما أكد الرئيس السيسي أن تغير المناخ بات يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم، على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، خاصة وقد أجمعت الأطراف كافة على أن الأولوية خلال المرحلة القادمة هي لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنيا إلى واقع فعلي وفي إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي. تغير المناخ بات يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم، على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ. ولعل ما تشهده القارة الأوروبية هذه الأيام من موجة حارة لخير دليل على صحة ودقة هذه التقديرات، والتي لابد أن تدفعنا جميعا لتكثيف العمل المطلوب، خاصة وقد أجمعت الأطراف كافة على أن الأولوية خلال المرحلة القادمة هي لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنيا إلى واقع فعلي
في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي، وفي مقدمتها الإنصاف والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول. لذا فإن جانباً رئيسياً من جهد الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ينصب في الوقت الراهن على جعل قمة المناخ العالمية نقطة فارقة على صعيد عمل المناخ الدولي، بما يساهم في الحفاظ على الزخم الدولي وتأكيد التزام كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية بتحويل وعودها وتعهداتها إلى تنفيذ فعلي على الأرض. كما أضاف الرئيس السيسي أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها، بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات. أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها، بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات، سواء المسار التفاوضي الحكومي والمحدد الرئيسي للسياسات الدولية للمناخ، والذي سنسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الموضوعات محل التفاوض، أو على صعيد المسارات الأخرى غير الرسمية التي باتت تمثل داعما رئيسيا لعمل المناخ الدولي، والتي سنعمل فيها على طرح مجموعة متنوعة من المبادرات ورعاية عدد كبير من الحوارات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية في إطار الأيام التي سيشهدها المؤتمر، وذلك لضمان الخروج بنتائج شاملة تساهم في إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في المتناول، وفي وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف باريس ومقررات قمم المناخ المتعاقبة. وينضم إلينا مباشرة من برلين موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، ما هي أصداء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا بالتزامن مع انعقاد حوار بيترسبرغ للمناخ؟ علاء، هل تسمعني؟ علاء، ما هي أصداء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا؟ هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الخامسة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين. أولى زيارات سيادته كانت في عام 2015، ومنذ هذا العام لم تنقطع زيارات السيد الرئيس إلى برلين أو تنقطع زيارات كبار المسؤولين الألمان إلى العاصمة الألمانية برلين، في إشارة إلى تطور ملحوظ طرأ على العلاقات المصرية الألمانية خاصة في 7 سنوات الأخيرة. هذه الزيارة أيضا تأتي في إطار احتفال القاهرة وبرلين بمرور 70 عام على تدشين العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، علاقات محورية، علاقات أساسية تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين، وتقوم أيضا على تعزيز التعاون بين القاهرة وبرلين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد العسكري، أو فيما يتعلق بتعزيز التنسيق والتشاور بين القيادتين السياسيتين في البلدين حيال الكثير من مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء القضايا التي تتعلق بالأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، أو فيما يتعلق بالقضايا العالمية وفي مقدمتها قضايا التغيرات المناخية. الزيارة أيضا تأتي في إطار دعوة رسمية وجهها الرئيس الألماني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور وإلقاء
كلمات الافتتاح والكلمات الرئيسية لجلسات حوار بطرسبرغ، هذا الحوار الذي أطلقته ألمانيا في عام 2013 ليكون منصة دولية للتنسيق والتشاور بين الأطراف الفاعلة فيما يتعلق بقضايا التغيرات المناخية. تابعنا صباح هذا اليوم كلمة هامة ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية لجلسات الحوار حوار بطرسبرغ. هذه الكلمة تمحورت على تقديم رؤية ومقاربة مصرية شاملة لكيفية التعاطي والتفاعل مع التحديات التي تتعلق بالتغيرات المناخية. في عجالة أكد السيد الرئيس على أن القارة الإفريقية وهموم وشواغل الإفريقية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية تقع في القلب من هذه المقاربة المصرية الشاملة التي قدمها السيد الرئيس، التي دعا خلالها إلى مزيد من دعم المؤسسات التمويل المالية الدولية والبنوك العالمية لجهود التحول الأخضر أو التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة في الدول النامية وخاصة في الدول الإفريقية التي تواجه بالأساس الكثير والكثير من التحديات المناخية القاسية كما وصفها السيد الرئيس. أيضا السيد الرئيس خلال هذه المقاربة استعرض الجهود أو استعرض التحديات الدولية التي أصبحت تواجه العالم وتضع أمام تحديدات وجودية كما أطلق عليها السيد الرئيس حينما تحدث عن أزمات نقص إمدادات الطاقة ونقص الغذاء، أيضا تحديات كورونا وما بعد جائحة كورونا، وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية. السيد الرئيس قال في وسط كل هذه التحديات الوجودية الخطيرة لابد من عدم السماح لكل هذه التحديات بإثناء المجتمع الدولي لمواصلة جهوده نحو تعزيز مكافحة أو تعزيز قدراته لمكافحة التغيرات المناخية. السيد الرئيس أيضا قال إن مصر أنهت كافة الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ العالمية أو الدولية في شرم الشيخ بحلول نوفمبر المقبل كاب 27، وقال إن مصر تعمل على أن تخرج هذه القمة العالمية بتوصيات سوف تدخل إلى حيز النفاذ، لا تنطلق فقط من كونها تأتي كمخرجات هذه القمة بالتفاعل بين كل المجتمعين والأطراف الفاعلة في هذا الصعيد، وإنما أيضا تستثمر هذا الزخم الذي أصبح يميز قضايا التغيرات المناخية عالميا برفع الوعي لدى شعوب العالم بخطورة هذه التحديات المناخية. صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للاستفادة ودعم تعزيز الاستفادة من قدرات الهيدروجين الأخضر وإحلال محل مصادر الطاقة التقليدية. نعم علاء، شكرا لك. كان معنا مشاهدينا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري من برلين. وللمزيد من المتابعة حول حوار بطرسبرغ في ألمانيا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، قمة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية تنشغل هي الأخرى بتغيرات المناخية، لكن هذه الرئاسة المشتركة للحوار ما بين مصر وألمانيا، كيف تابعت هذه القضية والتشابكات مع الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم؟ طبعا بعد التحية، النهاردة السيد الرئيس بيعرض تجربة مصر في التحول المناخي، وأيضا هذا الأمر في غاية الأهمية نظرا للتغير في العديد من الأمور الاقتصادية اللي احنا بنشوفه النهاردة. في الأمر بيتحدث السيد الرئيس عن العديد من القضايا ليس فقط مع ألمانيا وإنما أيضا مع الاتحاد الأوروبي نظرا لأهمية هذا الوضع. تحدث السيد الرئيس النهاردة بعرض كثير من التجربة المصرية في خلال الأعوام الماضية، وتحدث كمان في عدد من النقاط في غاية الأهمية كيفية المتغيرات العالمية للمناخ. شاف النهاردة وضع الرؤية المصرية إزاي بنتغير مع التغيرات العالمية ومواجهة التغيرات العالمية. السيد الرئيس النهاردة وضع كمان رؤية القارة الإفريقية وإزاي يكون في يعني التعامل مع التحديات والصعوبات الخاصة خلال الفترة اللي جاية. كمان تحدث السيد الرئيس عن سرعة مصر لاتخاذ خطوات تفاعلية لإعداد للقمة المعقدة إن شاء الله في شرم الشيخ خلال سبتمبر القادم، وكل ده النهاردة بيضع أعتقد رؤية واضحة أمام القادة في الاتحاد الأوروبي وبالأخص في ألمانيا اللي ليها من التجارب الهامة جدا في كيفية التعامل مع هذه الأمور.
نعم، لكن أيضا أشار سيادته إلى أزمة الغذاء العالمية وتفاقم مشكلة الطاقة خاصة في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية. مظبوط، وهو تحدث السيد الرئيس يضع العالم أمام العديد من القضايا اللي هي لها من الصعوبات والتحديات أمام العالم. زي ما حضرتك تفضلتي، وضع أزمة الطاقة العالمية في الوضع الراهن، وتأثيرات أزمة الغذاء، وأيضا كمان كيفية المعاناة اللي بتكون للدول النامية وتداعياتها على الأحداث خلال السنوات القادمة. اللي احنا بنشوف النهاردة ضعف التدفقات والتمويل، أعتقد ده من أهم القضايا اللي السيد الرئيس كان بيتحدث عنها وما زال يتحدث عنها نظرا لصعوبتها في التعامل مع المؤسسات الدولية. بمنتهى البساطة، إن لم تكن الدول الصناعية الكبرى أو الاتحاد الأوروبي أو حتى البنك الدولي يساهم مساهمة كبيرة جدا في التعامل مع القضايا ذات التمويل، أعتقد ده هيواجه تحديات صعبة خلال الفترة القادمة. علشان كده السيد الرئيس النهاردة وضع هذه الأمور أمام ألمانيا وأمام الاتحاد الأوروبي لاتخاذهم للقرارات اللي هي حقيقة تواكب هذه الأمور. نعم، لكن إلى أي مدى تشكل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية عائق أمام استمرارية التمويل أو حتى مضاعفة ما يمكن أن يكون حتى نتغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية؟ خلينا نقول كان في اجتماعات ما بين الدول مجموعة الـ20 وأيضا الدول السبع، وعدت أن يكون في ضخ حوالي 600 مليار دولار لمساعدة الدول النامية. لسه بالأمس القريب رئيس الصندوق النقدي الدولي تتحدث إن لم يكن في تكاتف من الدول الصناعية الكبرى والدول المجموعة الـ20 سوف يكون الغالب تأثير المجتمعات الأكثر فقرا هتكون خطرك على المجتمع الدولي. علشان نعم. كده ان احنا بندق جرس انذار بيتحدث بيه السيد الرئيس، ان لم يتكاتف العالم لحل مشكله الفقر ومشكله الامن الغذائي سوف يواجه العالم صعوبات اكثر خلال السنوات القادمه. لازم يكون في تكاتف لرؤيه واضحه من مؤسسات الدوليه حوالين كيفيه تغطيه الامور للامن الغذائي، للامن التغير في المناخ. اعتقد ده هيكون ليه مردود ايجابي ان اسرعنا في الحلول الاقتصاديه بالاخص التمويل والاستثمار في البنيه التحتيه الغذائيه، زي ما تحدث الرئيس بايدن لما كان في قمه مجموعه الخليج وايضا مع مصر والاردن والعراق. نعم، ماذا عن تصرفات وسياسات داخلية لمصر في هذا الصدد؟ التحول إلى الاقتصاد الأخضر مردوده على الاقتصاد القومي وأيضا عمليات الاقتصاد المستدام في الداخل المصري. طبعا مصر بتدي توجيهات كثيرة للتحول للاقتصاد الأخضر، آخرها طبعا أن مصر بتبحث أن يكون في تمويلات من المؤسسات الدولية وتكون في شراكات لتعزيز هذه الأمور، خلاف ان احنا بنتوجه بان احنا يكون عندنا رؤية واضحة لغاية 2030 ازاي نتحول للاقتصاد الاخضر. مصر اصدرت اول سندات في الشرق الاوسط، سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار. مصر بتتحول النهاردة للبيئة النظيفة حوالين كثير من التغيرات واعادة هيكلة منظومة النقل وايضا منظومة التحول التكنولوجي اللي احنا بنتحدث عنها دائما واصدار عدد من ادوات التمويل. اعتقد دي نجاحات مصر بتخطو ليها. ما ننساش ان احنا التجربة بالنسبة لنا تجربة لسه في بدايتها، بنسعى ان احنا نستضيف القمة الكبيرة اللي هتعقد في شرم الشيخ خلال الشهور القادمة. لازم يكون في شراكات ونعرضها على العالم. البنية التحتية في مصر بنية قوية نقدر نكون جاذبين لاستثمارات تتحول لاقتصاد الأخضر. عندنا العديد من المؤسسات النهاردة بتتحول لتكنولوجيا حديثة، ده نجاح كبير الحمد لله مصر تحققه مع شركائها سواء من المؤسسات الخارجية أو أيضا من المؤسسات المحلية. نعم دكتور مصطفى، علاقات وطيدة ما بين مصر وألمانيا وبالطبع في صدراتها التعاون في المجالات التنموية المختلفة وأيضا المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا ولجنة مشتركة لرجال الأعمال المصريين والألمان، كيف ترى هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد من التعاون، خاصة أن هناك وفد رفيع المستوى توجه بالفعل من مصر إلى برلين؟ خلينا نقول زيارة السيد الرئيس طبعا لبرلين أو لألمانيا هذه ليس المرة الأولى. المجتمع الألماني مجتمع يعني بيكون قادر دايما على بحث عن فرص الاستثمار. مصر بتعمل شراكات استراتيجية كبيرة جدا مع المجتمع الألماني ومع برلين، وخاصة ان احنا اكتسبنا ثقة كبيرة جدا مع المجتمع الاقتصادي والمجتمع الاستثماري، بحثنا معهم العديد من الفرص الاستثمار منذ تولي السيد الرئيس.
كان السبق لينا ان احنا عندنا اكبر محطه كهرباء من الشركه العالميه شركه سيمنز. نجحنا ان احنا نغزو السوق الاوروبي بان احنا نجذب العديد من الاستثمارات. السوق الالماني النهارده بيبحث ازاي يكون معاه شراكه استراتيجيه في مصر في البنيه التحتيه، سواء بقى في وسائل النقل، سواء في التكنولوجيا الحديثه، سواء في محطات الكهرباء او تحليه المياه. ما ننساش كمان ان احنا عندنا العديد من وسائل التعليميه زي مثال الجامعات الالمانيه، وايضا الوسائل التعليميه الحديثه والتكنولوجيه. اعتقد المجتمع الالماني بيكون قادر على دخوله للسوق المصريه بناء على ثقه كبيره جدا اكتسبها من التعامل مع السيد الرئيس، وايضا اكتسبها من ثقه ان المجتمع المصري مجتمع النهارده بيتغير للمستوى الاحسن في نجاحاته. والحمد لله يوم بيوم احنا بنكتسب ثقه كبيره جدا بتعاملنا مع بعضنا البعض. واعتقد السيد الرئيس دايما بيحمل ملف الاستثمار لان يكون جاذب للعديد من المؤسسات الدوليه وبالاخص من المانيا والشركات العالميه الكبرى اللي موجوده في سوق الاتحاد الاوروبي. نعم، وهذا ظهر جليا في اشادات المستشار الالماني اولاف شولتس بالسياسات المصريه والنهج الذي تتبعه في قضايا التنميه. اشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.
هذا وقد انطلقت فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا. ويعد حوار بيترسبرغ إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ. تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مؤتمر بيترسبرغ للمناخ يشكل نقطة تحول هامة في مواجهة التغيرات المناخية. وفي كلمة له خلال حوار بيترسبرغ للمناخ المنعقد في برلين، أشاد شكري بكافة الجهود التي تقام من أجل مساعدة الدول في مواجهة التغيرات المناخية وبناء جسور الثقة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق. إننا نسعى لتحقيق أفضل نتائج في COP27. لقد قمنا بتطوير مؤشراتنا وقمنا بتقديمها لUNFCCC، وفعلنا هذا ونتطلع إلى المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تأخذها قبل مؤتمر الأطراف 27، ونحن نحث كل الأطراف على أن تنفذ كذلك استراتيجياتها طويلة المدى وتجعل هذه الاستراتيجيات ومؤشراتها متسقة مع اتفاق باريس. لقد تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتخفيف من أثار تغير المناخ واتفاقية بون، ونحن علينا أن نظهر التزام بتنفيذ هذا في إطار شرم الشيخ من خلال الدائرة المستديرة الأولى للوزراء عن التخفيف من أثار تغير المناخ. وبما أن رئاسة COP27 تأتي من أفريقيا، فإن التحدث عن الانتقال في تغير المناخ مسألة مهمة، وكذلك دعم هذا التنفيذ من خلال الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضرورا. كما أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، وأشار وزير الخارجية إلى أن التقرير المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ تحدث عن أن فجوة التكيف تتزايد وأن تغير المناخ يواجه الكثير من الصعوبات، كما يؤدي إلى خسائر جسيمة وغير قابلة للتغيير، كما أن فجوة التمويل متزايدة. يجب أن نتخذ خطوات تحولية لكي نقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة. التقرير المتعلق كذلك بالتكيف مع تغير المناخ تحدث عن أن فجوة التكيف تتزايد وأن تغير المناخ يواجه الكثير من الصعوبات الآن ويؤدي إلى خسائر جسيمة وغير قابلة للتغيير، وكذلك التمويل وفجوة التمويل متزايدة وأهمية التعامل معها أصبحت كبيرة للغاية. ونحن في نفس الوقت نتعامل مع وضع جغرافي سياسي يؤثر على الطاقة، أسعار الغذاء، وهذا يأتي في وقت بعد التعافي من جائحة COVID-19 لمدة عامين وتبعاتها. حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوروبوك في بداية حوار بيترسبرغ حول المناخ من عواقب أزمة المناخ، وأكدت بيربوك أن أزمة المناخ هي الخطر الأمني الأكبر على العالم، ودعت وزيرة الخارجية الدول الشريكة إلى توحيد الجهود وتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقالت إن حوار بيترسبرغ حول المناخ يعتبر لبنة أساسية في تمهيد الطريق لعقد مؤتمر عالمي ناجح للمناخ COP27 في نوفمبر من هذا العام في مصر. إعدادا لقمة شرم الشيخ COP27 التي استوقت في مدينة شرم الشيخ المصرية قمة المناخ، من أجل وضع النقاط الأساسية التي ستطرح للنقاش في فعاليات قمة المناخ في مؤتمر COP27 قمة المناخ في شرم الشيخ. ليس الموضوع هو فقط تلاوة الكلمات والخطب، بل الوصول إلى شكل فاعل من أشكال تنفيذ القرارات والتوصيات. وعلى مدار السنوات الماضية حرصت مصر على الانخراط وبقوة ولعب الدور المؤثر في توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي بشأن تغير المناخ.
حيث ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة رؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ عامي 2015-2016، وأطلق في ذلك الوقت مبادرتين إفريقيتين، أولهما تختص بالطاقة المتجددة في إفريقيا والأخرى بدعم جهود التكيف في القارة السمراء. جهود حثيثة تبذلها الدولة لمواجهة قضية تغير المناخ التي وضعتها في مقدمة أولوياتها نظراً لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثراً بالأزمة، حيث ستعمل خلال رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 على تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس. ومنذ أن تم الإعلان عن استضافة مصر للمؤتمر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين لتنظيم المؤتمر ومتابعة خطوات الاستعداد لتنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة وخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ. رئاسة مصر لكوب 27 تأتي في توقيت بالغ الحساسية لم يتعافى فيه الاقتصاد العالمي بعد تبعات جائحة كورونا، ويشهد فيه العالم توترات جيوسياسية كبيرة ستكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي وعلى إمكانات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المطلوب. وعلى مدى السنوات الماضية حرصت مصر على الانخراط بقوة ولعبت دورا مؤثر في توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي في هذا الخصوص، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة رؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ لعام 2015-2016، وأطلق في هذا الوقت مبادرتين أفريقيتين، أولهما بالطاقة المتجددة في أفريقيا والأخرى بدعم جهود التكيف في القارة. كما ترأست مصر عام 2018 مجموعة 77 والصين في مفاوضات تغير المناخ، كذلك مجموعة المفاوضين الأفارقة. وستسعى مصر خلال المؤتمر المقبل لإحراز تقدم متوازن حول كافة جوانب القضية، سواء تلك المتعلقة بخفض الانبعاثات أو التكيف أو وسائل الدعم من تمويل أو تكنولوجيا وبناء قدرات والبناء على مخرجات غلاسكو. إذن هي خطوات كبيرة تقوم بها الدولة في محاولة لإيجاد حل لأزمة كبيرة تهدد العالم بأسره، في محاولة لاحتوائها والتقليل من أضرارها المتوقعة. نوالي تقديم نشرة الأخبار. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستشار الألماني أولاف شولتس بمقر المستشارية بالعاصمة برلين. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير لحفاوة الاستقبال الألماني، مشيدا بعلاقات الصداقة الممتدة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك شتاين ماير. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأزمة الأوكرانية، فضلا عن الأزمتين الليبية واليمنية وكذلك القضية الفلسطينية. هذا وقد أعرب السيد الرئيس خلال اللقاء عن تطلع مصر لتعميق وتعزيز العلاقات مع ألمانيا، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة في ظل أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال. ومن جانبه رحب الرئيس الألماني بالرئيس السيسي في برلين، معربا عن تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الشعبي والرسمي واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيدا بالمشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك. كما أشاد الرئيس شتاين ماير بالدور المحوري الذي تطلع
به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية. أحرزت أجهزة الإطفاء المغربية تقدما في احتواء حرائق الغابات التي تجتاح مناطق في 5 أقاليم بشمال المملكة منذ الأربعاء الماضي. ففي إقليم العرائس تمت السيطرة بنسبة 70% على حريق أتى على حوالي 13,000 فدان، بينما يعمل عناصر على إخماد 5 بؤر حرائق أقل حجما، وجرى إجلاء أكثر من 1330 أسرة جراء الحرائق التي تسببت أيضا في تدمير نحو 170 منزلا في هذه المنطقة. وفي إقليم وزان المجاور طوقت فرق الإنقاذ بؤرة حريق نشطت أتت على نحو 1,000 فدان من الغابات. تشهد بريطانيا كذلك اليوم أشد أيامها حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تبلغ الحرارة 40 درجة مئوية لأول مرة، مما أجبر شركات القطارات على إلغاء بعض خدماتها ودفع السلطات الصحية لنشر المزيد من سيارات الإسعاف. هذا وقد تشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حرارة شديدة بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية في بعض المناطق. وانتشرت حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا، وأعلنت بريطانيا حالة طوارئ وطنية بعدما أشارت توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة تتجاوز 2.5 مستوى 38 درجة مئوية. يجتمع اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة تجديد حزمة العقوبات الواسعة على روسيا والبحث عن طرق لإضافة حظر على صادرات الذهب. وقال الممثل الأعلى لشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن هناك ضرورة لحظر الذهب الروسي باعتباره ثاني أكبر صناعة تصديرية فيما يخص الذهب في موسكو بعد الطاقة. كما اعتبر المسؤول الأوروبي أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت، وهناك أمل في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا. قالت نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني إن البنك باع بما قيمته 12.4 مليار دولار من احتياطات الذهب منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في فبراير الماضي. وأضافت روزاكوفا أنه لم يتم بيع الذهب لدعم العملة الأوكرانية، ولكن ليتمكن المستوردون من شراء السلع الأساسية للبلاد. Wir haben hier in Berlin.
unsere beiden, Petersberger Klimanews und unsere beiden Länder machen sich gemeinsam stark an diesen Klimazielen. Im November wird sich die COP27 in Ihrem Land treffen. Das ist ein ganz wichtiges Treffen. Wir sollten die Konferenz in Sharm el-Sheikh nutzen und insbesondere die Länder in den Land versammeln. Es ist ein ganz wichtiges Treffen. Wir sollten die Konferenz in Sharm el-Sheikh nutzen, um insbesondere die Länder in den Blick zu nehmen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind oder in حوار اليوم يعد تمهيدا وتوطئة لمؤتمر الأطراف في شرم الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل. ومن ثم فإن علينا جميعا تسريع وتيرة العمل المشترك. إننا داخل الاتحاد الأوروبي قد اتفقنا على مسار واضح وهو إنجاح هذا المؤتمر. يجب علينا أن نسعى حثيثا إلى تنفيذ ما تمخطط عنه اتفاقيات باريس. ومن أهمها تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التحول المناخي. فيما يخص المحاولات والمبادرات التي جرت فإنني أسعد كثيرا بأي مساعدة وأي دعم تقدم لما نقوم به من مبادرات لدعم هذه الجهود. من بين الأشياء المهمة التي تناولتها المباحثات مسألة الحرب الأوكرانية والتحديات التي نواجهنا في هذا الصدد. إن كثيرا من الدول التي تقع على ما بعيدة من منطقة الصراع المتأجج قد نالها تأثر بالغ مما يحدث في الأراضي الأوكرانية. لقد قامت روسيا بحربها على أوكرانيا بتكبيد المجتمع الدولي خسائر فادحة. وعلينا أن نتخذ قرارا جماعيا ضد هذا الإجراء. إن مصر تلعب دورا محوريا ومهما في مسألة تثبيت الأوضاع في غزة على سبيل المثال. هذا يضاف إلى ما تلعبه مصر من دور محوري في تثبيت الأوضاع في منطقة ليبيا على أساس إقامة انتخابات حرة ونزيهة في الأراضي الليبية. أن العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا تشهد في هذه السنة اليوبيل رقم أو الاحتفال بالسنة رقم 70 لتأسيس العلاقات المصرية الألمانية. إن علاقاتنا قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل المشترك. من بين الأمثلة المدرسة الألمانية في مصر والعديد من المنح الدراسية والطلاب المصريين الذين يدرسون بالجامعات الألمانية. هذا يضاف إلى ذلك عدد الشركات والمؤسسات الألمانية التي تعمل في مصر مما يعكس مؤشرا قويا على ثقة الاقتصاد الألماني بالاقتصاد المصري. Daher möchte ich Sie ermutigen, den gerade begonnenen nationalen Dialog ambitioniert zu führen. ومن ثم فإنني أريد أن نبدأ حوارا مجتمعيا عالميا بشأن مسألة المناخ من أجل توسيح من أجل تحسين الأوضاع وتثبيتها. يسعدني كثيرا مسألة التعاون المشترك بين مصر وألمانيا. كما يسعدني أن هذا التعاون قائم على تفاهم مشترك بين كلا البلدين وفق القيادتين. نحن نريد أن نطور بشكل مشترك المزيد من المشروعات المشتركة وهو ما سيؤثر تأثيرا إيجابيا بالغا على العلاقات بين كلا البلدين. ولا سيما أن دولة كبيرة مثل ألمانيا تمثل مسألة الصناعة ومسألة الطاقة أهمية بالغة بالنسبة إليها.
إن الهيدروجين الأخضر الذي نحتاج إليه نحتاج لاستيراده من دول أخرى، ومن يوفر إمكانية كبيرة وفرصة كبيرة لعدد كبير من الدول وما يمكننا في النهاية من تحقيق تعاون اقتصادي ناجح على المستوى البلدين، وسوف نفعل ذلك بشكل مشترك، وهما يشكل إشارة قوية وواضحة على تعاون بين كلا البلدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة المستشار أولاف شولتز، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم وإلى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بخالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال في برلين، وعلى المباحثات البناءة والمثمرة التي أجريناها معا اليوم في إطار حرصنا المتبادل على تعزيز علاقتنا على الصعيد الثنائي، وكذا على التشاور والتنسيق الوثيق حول كيفية معالجة التحديات الجسيمة التي يشهدها عالمنا اليوم. لقد شهدت السنوات الماضية نقلة نوعية حقيقية في الشراكة الثنائية بين مصر وألمانيا على كل الأصعدة، وكما أكدت للمستشار شولتز اليوم فإن مصر ملتزمة بالمضي قدما بكل قوة على طريق تعزيز وتعميق الشراكة التقليدية بين بلدينا وشعبينا، خاصة مع احتفالنا خلال العام الجاري بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية. السادة الحضور، لقد أعربت للمستشار شولتز اليوم عن تقدير مصر البالغ للتعاون الاقتصادي والتنموي القائم مع ألمانيا، والذي يشهد منذ سنوات مشاركة ألمانية نشيطة في جهود التنمية المصرية وانخراطا قويا للشركات الألمانية العملاقة في تنفيذ مشروعات كبرى تساهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إقامة بنية تحتية ضخمة وحديثة في العديد من القطاعات الحيوية. فخامة المستشار شولتز، تشهد الساحة الدولية اليوم تحديات متعددة في ظرف دولي دقيق وحرج، ويتطلب منا جميعا إبقاء قنوات التشاور مفتوحة فضلا عن شحذ الأفكار للتوصل لحلول لمعالجة هذه التحديات. وفي هذا الإطار فقد أسعدني أن تبادلنا اليوم وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. فقد أطلعت المستشار شولتز على استعداد مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، ولقد سعدت اليوم في إطار التحضير لاستلام مصر لرئاسة القمة أن شاركت مع المستشار شولتز في افتتاح حوار بيترسبورغ حول المناخ، والذي يعد محفلا مهما للتداول في كيفية تنسيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس حول هذه القضية التي تمثل التحدي الأبرز لمستقبل الأسرة الإنسانية بأكملها. كما تطرقت مناقشتنا اليوم كذلك إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها أسواقهما بسبب الأزمة. واتفقنا على أن الوضع الحالي يفرض على كافة الفاعلين الدوليين التحلي بالمسؤولية لإيجاد حلول وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضرراً. تناولت مباحثاتنا اليوم كذلك عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمس مباشرة الاستقرار والأمن على امتداد منطقتنا، حيث أكدت المستشار شولتز أن مصر انطلاقا من دورها ومسؤوليتها التاريخية في محيطها الإقليمي عزيمة على الاستمرار في بذل جهودها الصادقة بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء لتسوية الأزمات ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة. وقد اتفقنا على أن يظل التنسيق بيننا أزاء قضايا المنطقة مستمرا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا واليمن، فضلا عن سبل مواجهة التطرف والإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية. كما أطلعت المستشار شولتز على آخر تطورات قضية سد النهضة، مؤكدا على استمرار مصر في سعيها لإيجاد حل عادل يراعي متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه، من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد. لقد تناولت مع المستشار شولتز أيضا بحث سبل تعزيز تعاوننا في مجال الطاقة، سواء على المستوى الثنائي مع ألمانيا أو مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت للمستشار شولتز استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها، سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، أو من خلال إقامة شراكة ممتدة في إطار رؤية مصر الطموحة للتحول
لمركز سمايز في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، خاصة مع الهيدروجين من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. واعتزازا من مصر بشراكتها مع ألمانيا والحوار الشفاف حول كافة اهتماماتنا، فقد حرصت خلال لقائي بالمستشار شولتز على إطلاع على التطورات المهمة التي يشهدها محور أساسي من محاور عملنا الوطني في الشهور الأخيرة، هو ملف حقوق الإنسان في إطار المقاربة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في هذا الصدد، انطلاقا من أن حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية التي كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها. وكان على رأس هذه الخطوات إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن خطوات تنفيذية وآليات للتقييم والمتابعة بمشاركة المجتمع المدني، فضلا عن إطلاق الحوار الوطني وإنهاء حالة الطوارئ في مصر. فخامة المستشار أولاف شولتز، أشكركم مجددا على حسن استقبالكم وعلى مباحثتنا المثمرة والبناءة اليوم، وأتطلع لاستقبالكم بالقاهرة في القريب ضيفا عزيزا كريما على مصر، لنستمر معا في ترسيخ أواصر صداقة بلدينا وشراكتهما التقليدية التي نعتز بها، وشكرا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ريهام السهلي معك من قناة أكسترا نيوز مصر. وفي ظل أزمة الطاقة العالمية التي تجتاح دول العالم وأوروبا بوجه خاص، هل تناقشتم سويا يا فندم فيما يخص ما يمكن أن تقدمه مصر من تعاون مع أوروبا، يعني بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال؟ وطبعا ده لا ينفصل عما طرحته سيادتك من رؤية مصر في مؤتمر غزة في البنود الخمسة، وتحديدا الجزئية الخاصة بهذا الملف. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. الحقيقة احنا تناولنا هذا الموضوع وتحدثنا فيه كثيرا في إطار أن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة، مش فقط في توفر إمدادات الطاقة، ولكن أيضا في تكلفة هذه الإمدادات، والتي تؤثر بشكل مباشر على يعني الأسعار في دول العالم ومن ضمنها مصر طبعا. وأنا عايز أقول إن أنا تحدثت في هذا الأمر إن المطلوب التنسيق والتعاون بين كل دول العالم فيما يخص هذا الملف أثناء حديثي أو خطابي في مؤتمر جدة عن موضوع الطاقة تحديدا. وعايز أقول إن إحنا يعني وقعنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بحضور رئيس المفوضية بشأن هذا الموضوع، واستعداد مصر إنها تقدم ما لديها من تسهيلات للغاز اللي موجود في الشرق المتوسط عشان يصل إلى أوروبا لتخفيف من أثار هذه الأزمة. نقطة مهمة كمان أقولها في هذا المجال أيضا، إن إحنا مصر كانت منتبهة جدا، ويمكن ما كانش فيه أزمة ولا حاجة قبل كده، وأنشأت منتدى شرق غاز المتوسط اللي مقره في القاهرة، واللي كان بيهدف إن هو يعني يعظم ويركز مصادر الطاقة في شرق المتوسط، ويتم الاستفادة من التسهيلات والإمكانيات اللي موجودة في مصر في هذا المجال حتى تصل هذه الطاقة أو هذا الغاز إلى يعني مستهلكي. يعني الحقيقة يعني كلامي مع معالي المستشار في هذا الأمر هو أن التحديات اللي موجودة في مجال الطاقة بتتطلب مننا أيضا أن احنا يعني نتعاون حتى نخفف من أثرها. وهنا بالنسبة لينا هنا في مصر، الوزراء المعنيين مستعدين مع الاتحاد الأوروبي ومع يعني الأصدقاء في ألمانيا من المسؤولين للمزيد من التباحث في هذا الأمر. Herr Präsident, ich würde auch sehr gerne nochmal an diese Gasfrage anknüpfen. أريد أن أصل نقطة أخرى متصلة بمسألة الغاز. هل تستطيعون سيادتكم أن تعطونا مزيدا من المعلومات المحددة حول مسألة إمداد ألمانيا وأوروبا بالغاز، وما الذي جرى فيما يخص الاستثمارات في مجال الغاز، وإلى أي حجم تستطيع الحكومة المصرية تقديم
إمدادات غاز إلى أوروبا وإلى ألمانيا، ولا سيما في ظل الاتفاقات التي وقعت مؤخرا، ولا سيما أيضا أن مصر تلعب دورا مهما في منطقة البحر المتوسط. و هل تستطيعون أن تمدون بمزيد من المعلومات المفصلة حول هذه النقطة، إمدادات الغاز الطبيعي؟ خلينا أقول إن إحنا أنا حابب بآخر نقطة أنت ذكرتها عن ملف حقوق الإنسان، لأن ده موضوع مهم أوي، ودايما لما بلتقي مع يعني في مؤتمرات من مثل هذه المؤتمرات يتم طرح السؤال ده، والحقيقة المرة دي أنا عايز أرد عليه بشكل مختلف. واسمح لي إن أنا أدعوك وأدعو معك كل من يهتم بهذا الأمر ويجي يزورنا في مصر، وإحنا هنتيح له فرصة إن هو يلتقي بكل بالجميع ويتحدث معهم، وأتصور أنه هو اللي حيره أرجو أنه هو يجي ينقله هنا للرأي العام في ألمانيا، لأن أنا بطبيعتي شهادتي في هذا الأمر هتبقى شهادة مش هتبقى مجروحة زي ما بيقول عندنا كده في بلادنا، شهادة يقولك لازم هيدافع عن نفسه يقول أن الأمور كويسة وكده. لا، تعال شوف الحريات الدينية في مصر عاملة إزاي، شوف حقوق المرأة في مصر عاملة إزاي، شوف حياة الإنسان اللي احنا بنتكلم حياة كريمة في مصر عاملة إزاي، اتكلم على حرية التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني اللي موجودة في مصر وشوفها وشوف هي أخبارها إيه، واللي بتشوفه أنا كل اللي بطلبه منك إنك أنت تنقله نقل حقيقي فقط إلى الرأي العام في ألمانيا. هل فعلا في مصر في حرص شديد على الحريات ولا لا؟ ده أمر أنا يعني بدعوك فيه، عشان كده بدأت الإجابة بالسؤال ده، لأن ده سؤال دايما بيطرح عليا، وبوجد أن يمكن تكون الصورة مش واضحة لكم هنا. لا، لازم تزوروا مصر، وأنا يمكن لما بيجوا مسؤولين ألمان بقول لهم من فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا منهم كل الناس بدون تدخل من جانبنا، وهتشوفوا أن احنا هذا الأمر وإحنا مش مهتمين بيه عشان أنتوا بتسألوا عنه، مهم قوي ان انتوا تعرفوا كده. احنا مهتمين بيه عشان احنا بنحترم شعوبنا وبنحبها، ومش كلام، احنا بنحترم شعوبنا زي ما انتوا بتحترموا شعوبكم، وبالتالي احنا مش مهتمين بيه عشان انتوا بتسألونا عليه. لا، ده مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا. دي نقطة. انت سألت وقلت يا ترى في مقابل إمدادات الغاز إيه المقابل؟ لا، العلاقة بيننا وبين أوروبا علاقة أكبر كتير من إن إحنا يبقى دايما الهدف منها إن أنا يعني يتم تقديم شيء عشان نحصل على شيء آخر مقابل ليه، لكن إحنا بنتكلم على تعاون وتنسيق بشكل أو بآخر في المجالات مختلفة، وكلمنا على إن إحنا أزمة الغذاء وأزمة الطاقة هي أزمة ضاغطة جدا جدا على الاقتصاد في مصر. وحديكم مثال مهم قوي تعرفوه، وانا قلت الكلمه دي قبل كده، حجم الدعم اللي بيقدم للناس في مصر احنا ما نقدرش نعمل زي ما بيتعمل في اوروبا هنا ان احنا الاسعار تنعكس على المواطن، ما نقدرش نعمل ده، لان ده لو حصل في مصر هيحصل مشكله كبيره جدا جدا، لان ده هيبقى يعمل تضخم هائل لا يتحمله المواطن المصري، وبالتالي هيبقى حاله عدم الاستقرار على المحك في هذا الامر. وبالتالي اللي احنا بنطلبه من اصدقائنا في اوروبا ان هم يعاونونا في هذا الامر، وايضا مع مؤسسه التمويل الدوليه زي صندوق النقد الدولي او البنك الدولي يساهموا معانا بان هم يعني يساعدونا في ايصال رساله لهم بان الواقع اللي موجود في بلادنا ما يتحملش المعايير المعمول بيها خلال هذه المرحله حتى تنتهي هذه الازمه طيب هل محطات الاسالة اللي موجودة في مصر، اقدر اقول لك ان كل الغاز اللي ممكن يطلع في شرق المتوسط ممكن تصديره من مصر الى اوروبا بالامكانيات اللي متاحة بالفعل عندنا، واحنا مستعدين نعمل ده، لان احنا بالمناسبة ان كان لنا دور نقدر نعمله في تخفيف اثار اي ازمة احنا مستعدين نلعب هذا الدور. شكرا. Schönen Dank. Ich will kurz zu beiden Fragen etwas sagen. Zunächst mal was die جزيل الشكر، أريد أن أعلق على هذا السؤال.
أود أن أقول أن هناك تاريخ طويل من العلاقات الصناعية بين مصر وألمانيا، ولا سيما فيما يتعلق بالصناعات الهندسية لمشروعات عظيمة الحجم وكبيرة الحجم في مصر، التي أسهمت في بناء البنية التحتية في مصر، والتي تطورت وشهدت تطورا كبيرا ولا سيما في السنوات الأخيرة في مجال البنية التحتية، من بينها محطات بناء الكثير من المحطات والمصانع، وعلى المستوى قصير الأجل نستطيع أن نقول محطات الإسالة لتصدير وإمداد الغاز الطبيعي إلى أوروبا وإلى ألمانيا، وهذه الحقيقة التي يعرفها كل إنسان حاليا بنظر إلى الأزمة العالمية الحالية، أننا لا نستطيع الاعتماد على شريك واحد أو طرف واحد في إمدادات الطاقة، طالما أن لدينا كثيرا من الشركاء والأصدقاء الذين يمكن الوثوق بهم. أما فيما يخص موضوع حقوق الإنسان، فكما ذكر السيد الرئيس تحدثنا عن هذا الموضوع حديثا مطولا، كما تحدثنا أيضا في مسألة الأزمة الليبية، وتحدثنا عن ضرورة إقامة انتخابات سريعة ونزيهة في الأراضي الليبية لحل الأزمة حاليا، وقد وصلنا إلى اتفاق في هذا الأمر وشعرنا باتفاق مشترك في المواضيع التي تم طرحها. جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وقائع المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس على هامش حوار بيترسبرغ للتغيرات المناخية، والتي تحدث فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الشواغل التي تأخذها مصر على عاتقها فيما يخص قضايا المناخ والتغيرات المناخية، وأشار أيضا إلى الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة للدول الأكثر احتياجا وفي القلب منها الدول الإفريقية. يأتي هذا المؤتمر وهذه الكلمات التي تحدث بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس في أعقاب الحوار والجلسة العامة التي انعقدت اليوم في برلين حول التغيرات المناخية، وأيضا كمحطة هامة قبل COP27 الذي سينعقد في شرم الشيخ نوفمبر القادم. هذا المؤتمر العالمي الذي يتحدث هو الآخر عن إجراءات فاعلة وتفاوضية وتشاركية بين الأطراف، أطراف الأمم المتحدة والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث كذلك عن ملفات ثنائية تم التباحث بشأنها في هذه الزيارة إلى برلين مع المستشار الألماني والرئيس الألماني وكذلك عدد من المسؤولين، فيما يخص التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والعسكري وكذلك مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا ونقل الخبرات الألمانية إلى مصر والاستثمارات المشتركة فيما بين البلدين الصديقين. السيد الرئيس تحدث عن ملفات التنمية وحقوق الإنسان في مصر وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكيف تعمل مصر دائما من أجل مصلحة الشعوب المختلفة ومن أجل مصلحة مواطنيها، وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر اجتهدت لتقليل آثار أزمة اقتصادية عالمية على المواطن المصري من النواحي السلبية المختلفة، وهناك جهود مضنية للتغلب على المشكلات الصعبة التي تجتاح العالم خاصة في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية. سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق ينضم إلي عبر الهاتف. سعادة السفير، يعني هذه الفعالية الهامة حوار بيترسبرغ ومحطة قبل COP27 وأيضا لقاءات ثنائية ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين الألمان، كيف تضع هذه الفعاليات؟ بكل تأكيد مشاركة السيد الرئيس وكلماته أمام منتدى
بترس بيرد دالة ومعبرة عن رؤية مصر وكذلك رؤية إفريقيا والعالم الثالث الأقل تأثيرا في الانبعاثات ولكنه الأكثر تأثرا بالآثار والتداعيات. وعليه كانت كلمة السيد الرئيس واضحة، تحميل المجتمع الدولي والدول الكبرى المسؤولة الأولى عن الانبعاثات مسؤوليتها تجاه الالتزام بتعهداتها المالية والعمل من أجل نقل التكنولوجيات ومساعدة الدول الإفريقية والعربية ودول العالم الثالث على التكيف والتعامل مع الأثار السلبية للتغيرات المناخية التي باتت واضحة في إطار مسؤولية مصر وبوصفها الرئيس القادم للاتفاقية الإطارية للأطراف COP27 للتغيرات المناخية. وعليه فأن مصر وهي تساهم مع شركائها في المجتمع الدولي في صياغة الأجندة القادمة للCOP27 تعلم أن مصالح دول العالم الثالث وإفريقيا تحديدا يجب أن تكون محل اهتمام القمة القادمة التي نرى جميعا وكما حدد السيد الرئيس هي قمة لتنفيذ التعهدات ولتطبيق إجراءات التكيف. الحقيقة حديث السيد الرئيس حيسهم بشكل واضح وصريح في صياغة أجندة دولية للCOP27 في شرم الشيخ، مؤتمر المناخ للأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بحيث تأتي ملبية لطموحات دول العالم الثالث وأفريقيا في القلب منها. حقيقة الحديث شمل أيضا في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولز حديث عن إمدادات الطاقة ووقوف مصر بشكل جاد لمساعدة كل من يتعرض لمشكلة، لكن أيضا حمل الأطراف الدولية مسؤولية تخفيف آثار أزمتي الغذاء واضطراب الأسئلة الغذائية واضطراب أسعار النفط، كما دعا لتحديد المؤسسات الدولية مسؤولية تخفيف الشروط التي تضعها دوما في الظروف العادية. فنحن في ظرف استثنائي، المشكلات عديدة والتحديات كبرى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات النفط والغذاء وأسعار الطاقة. أما الأهم أعتقد السيد الرئيس كان واضحا وصريحا تناول لملف حقوق الإنسان سواء في صحف أو يرد على عدد من الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر ليؤكد أن ملف حقوق الإنسان هو استحقاق وطني ليس فقط الرد على أسئلة أو النقاط التي تثيرها الأطراف الدولية أو بعض الأوساط الإعلامية، ولكن هو استحقاق وطني. مصر في إطار حرصها ومسؤوليتها عن أبناء شعبها تتدخل في هذا الملف، ودعا السيد الرئيس كل من يطرح سؤالا أن يأتي إلى مصر ليرى بنفسه حرص البلاد الشديد على توفير حياة كريمة والحوار الوطني وما ينقله للرأي العام في ألمانيا عقب عودته. وبالتالي تلك الدعوة والمكشفة هي الشهادة الأمثل للتعامل مع هذا الملف الذي اعتبره السيد الرئيس ملفا وطنيا تتحرك فيه الدولة المصرية لخدمة شعبها وليست فقط للرد على أو استفسارات الآخرين. لكن مسؤوليات مصر لا تتوقف على حدودها الداخلية فقط وتمتد إلى الدول العربية وحل أزماتها المختلفة وأيضا القارة الإفريقية. السيد الرئيس في هذه الزيارة إلى ألمانيا تحدث عن قضايا عربية شائكة، الأزمة الليبية، الأزمة اليمنية والقضية الفلسطينية والثوابت فيما يخص السياسة الخارجية المصرية فيها. كيف ترى هذا التعاون المشترك ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذه القضايا وأيضا مصر وألمانيا بشكل خاص؟ بالتأكيد الاتحاد الأوروبي هو الشريك الجغرافي وتاريخيا الشريك الأقرب لمصر، وبالتالي زيارة السيد الرئيس لقلب الاتحاد الأوروبي في برلين، فألمانيا هي الاقتصاد الرابع على العالم وهي الاقتصاد الأكبر في أوروبا والأهم والذي يرتبط بمصر بعلاقات هامة. الزيارة الحقيقة اكتسبت أيضا أهمية خاصة لأنها هي الأولى بين السيد الرئيس وأولاف شولز المستشار الألماني الجديد بعد 7 سنوات من العلاقات الوثيقة والمتنامية مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، وبعد 7 زيارات متبادلة كان أولها الزيارة التي تشرفت بالمشاركة فيها كسفير لمصر في برلين في 3 يونيو 2015
وبها تم التوقيع على عقود استراتيجية في مجال الكهرباء من خلال 3 محطات لشركة سيمنز في إطار 8 مليار يورو في ذلك الوقت، والمعدات الضخمة لفتح انفاق قناة بالإضافة للاتفاق المصري الألماني على مشروع خطوط قطار السكك الحديدية الثلاثي الأبعاد 8 مليار يورو أيضا، وهو مشروع اعتبرته الدولة الألمانية مشروعا استراتيجيا. لا، كل هذه المشروعات مع حجم تبادل تجاري قدره 6 مليار يورو و 4.5 مليار استثمارات ألمانية ومساهمات ألمانية في مجال الصناعة والاستثمار والتعليم والتدريب المهني والزراعي، كلها أمور تعكس مدى أهمية هذه الزيارة. ولقاء السيد الرئيس بشركة صناعة البحرية الكبرى أولسن أمس يعكس أيضا ما تحمله مصر على التكنولوجيا الألمانية لتطوير صناعتها البحرية. وكذلك والأهم أننا كنا في زيارة نحتفي فيها بـ70 عام على علاقات راسخة وممتدة بين مصر وألمانيا، وأنا أتصور أن هذه الزيارة ستخفف كثيرا على الأعباء سواء كانت الغذائية وأسعار الطاقة، وستسهم في التعاون المشترك مع أحد ركائز الاقتصاد الأوروبي. نعم سعادة السفير، ماذا عن القضايا المشتركة إقليميا ودوليا وتقابل وجهات النظر فيها؟ بالفعل العلاقات المصرية الألمانية لعبت دورا هاما في تحقيق الاستقرار في ملف ليبيا، وتلعب مصر دورا محوريا في الحوار الدائر بين الأشقاء سواء في اللجنة الدستورية أو اللجنة العسكرية. واتفاق المشكل الألماني والسيد الرئيس اليوم على تحديد موعد لعملية الانتخابات الدستورية والرئاسية في ليبيا هام للغاية، كذلك تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن وتثبيت الهدنة. وكذلك يعني أظن السيد الرئيس نقل للمستشار الألماني قراءته في نتائج قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس جو بايدن، وتصور أن هذا الحوار الشامل سواء مع الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب وانتقال السيد الرئيس لأوروبا في قلبها ألمانيا للحديث مع المستشار. نعم فقدنا الاتصال مع سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، لكن على أي حال أشكرك جزيل الشكر على هذه الرؤية والتحليل الوافي. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث. أستاذ دكتور شاكر بعد التحية، كيف تابعت اليوم هذه الزيارة ومؤتمر الحوار المناخ المنعقد في العاصمة الألمانية برلين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، رحب السادة المشاهدين. حضرتك القمة دي جاية في وقتها جدا جدا. دكتور شاكر تفضل. الو تفضل يا فندم. تفضل يا دكتور. اتفضل اسمعك. حضرتك القمه دي جايه في وقتها جدا جدا، تحضير هام للقمه ان شاء الله المعقده في مصر في كوب 27 في شرم الشيخ ان شاء الله في شهر نوفمبر. سياده الرئيس وضع نقاط هامه على الحروب، واهمها ان هو تضافر الجهود الدوليه من اجل خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. النهارده لما المانيا هي نفسها تضيف القمه دي وهي من الدول الصناعيه الكبرى المتسببه في مشكله، ده حاجه كويسه جدا ومبشره جدا ان هي بتضع يدها في يد المجتمع الدولي بحيث ان احنا توفير العلوم والتكنولوجيا، توفير الدعم المادي والمعنوي لكل الدول الفقيرة والدول النامية المتأثرة بتغير المناخ. هذه القمة في غاية الأهمية، عندنا خطوط عريضة هامة، أهمها إن بنقول نرجع لواحد ونص درجة أو نبقى على 1.5 درجة مئوية إلى ما قبل الثورة الصناعية الكبرى، وبنقول عليها قمة التنفيذ. إحنا عندنا بنود هامة وتوصلنا إليها في باريس. هذه القمة المنعقدة في مصر إن شاء الله بنأمل ان هي تكون قمه التنفيذ، سواء تنفيذ على ارض الواقع مادي ومعنوي، والدول الصناعيه الكبرى تحد من بعثتها وتتجه الى
الطاقه الجديده والمتجدده، وده ان شاء الله ده في مصر احنا سباقين فيه. اشتغلنا على تطوير شبكه الطرق، اشتغلنا على استخدام طاقه جديده ومتجدده، طاقه الرياح وطاقه الشمس، اشتغلنا على تبطين السلع، اشتغلنا على تطوير الطرق، كل ده بشأنه من شأن الحد والتخفيف من الانبعاثات، على الرغم ان احنا دوله متاثره وانبعاثاتنا لا تمثل 6% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. نعم الدكتور شاكر، حضرتك ذكرت ان يعني هناك اتفاق على ابقاء على 1.5 درجة مئوية قبل الثورة الصناعية، يعني هل من وجهة نظرك يستطيع العالم ان يحافظ على هذه المعدلات؟ حضرتك احنا في ظل ازمات طاحنه، ازمات غذائيه وحرب روسيا مع اوكرانيا، ده خلى كنا ماشيين في الاتجاه الصحيح وكنا نقدر نحقق أو العالم يقدر يحقق هذا في فترة قصيرة، لكن الحرب اللي اندلعت دي خلت العالم يتجه إلى الفحم الأحفوري ووسائل الوقود التقليدية مرة أخرى، لكن لا مفر إن احنا لازم نرجع إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ونطور من صناعاتنا، العالم كله مش مصر يعني، العالم كله يطور من صناعاته بحيث إن احنا لو درجة الحرارة ظلت أو الانبعاثات ظلت في هذا الاتجاه هيكون على سلامة المواطن بصفة عامة أو هتؤدي إلى الوفاة، وبالتالي لازم ما فيش مفر إن احنا نلجأ إلى هذه الوسائل اللي هي تحد من الانبعاثات وتقلل من درجة حرارة الكون، وبالتالي نقدر نتماشى مرة واحدة واحدة كده مع أساليب التكيف مع التغير في المناخ بحيث نحصل على الغذاء الآمن للمواطنين في كافة الدول. شكرا جزيلا دكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث. وللمزيد من المتابعة حول هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين ورئاسة سيادته بشكل مشترك مع ألمانيا لحوار بيترسبرغ للتغيرات المناخية، ينضم إلينا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأخبار. أستاذ أشرف، يعني تحية طيبة في البداية، وهذه الفعالية والمقدمة لكوب 27 وكافة الملفات التي تم التباحث بشأنها ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني، كيف تقرأ؟ مساء الخير لحضرتك. بكل تأكيد هذه الزيارة درجة كبيرة من الأهمية من حيث المواجهات والمسؤوليات والتحديات الدولية، بالإضافة إلى أنها الزيارة الأولى لعبد الفتاح السيسي للقاء المستشار الألماني في ظل تولي السيد شولتز مسؤولية المستشارية في ألمانيا بعد السيدة أنجيلا ميركل، وبالتالي حجم ما تم تحقيقه في السنوات الثمانية الماضية بين مصر وألمانيا ساعد في ان يكون هناك درجه كبيره من التفاهم والتلاقي المصري الالماني على مسارات العلاقات الثنائيه ومسارات التنميه، باعتبار ان المانيا اصبحت شريك رئيسي وجوهري لمصر في السنوات الماضيه
عبر جملة من المشروعات الأناقة في مجال الكهرباء، السكك الحديدية والأنفاق، والمشروعات الخاصة المتعلقة بالتنمية المستدامة في مصر، باعتبار أن ألمانيا واجهت كثير من النجاحات مع مصر في توفير مناخات لعلاقات اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى الاشتراك بين القاهرة وأيضا ألمانيا فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالطاقة في المرحلة القادمة في ظل استضافة مصر لكوب 27 في شهر نوفمبر القادم في شرم الشيخ، واهتمام ألمانيا بمشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين بالتعاون مع مصر في هذا الإطار، خاصة أن مصر حققت نجاحات في مجال الطاقة النظيفة وتستعد لاستضافة أكبر مؤتمر على مستوى دول العالم يشارك فيه 193 دولة في شهر نوفمبر القادم في شرم الشيخ. وهنا هذه الزيارة تحتل جملة من الأولويات على مسار العلاقات الثنائية وعلى مسار أيضا مناقشة عديد من القضايا. هناك ملاحظ ثلاثة عناوين رئيسية في القمة المصرية الألمانية، الأولى تتعلق بالمناخ ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ويرك وما طرحه مجموعة من الآليات الخاصة بمعالجة أزمة الطاقة والمناخ في المرحلة القادمة، مطالبة المجتمع الدولي بأن يكون لديه دور في التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات المناخية في المرحلة القادمة، وما فعلته مصر أجل التغلب على مشكلات المناخ وضرورات مساعدة المجتمع الدولي عبر مؤتمر شرم الشيخ لوضع حد بالغ الأهمية فيما يتعلق بجملة التحديات الخاصة بأزمة الطاقة في المرحلة القادمة، أزمة المناخ في المرحلة القادمة. نعم. وضرورة انخفاض درجة الحرارة في العالم لدرجة ونصف حتى يستطيع المجتمع الدولي أن يواجه كثير من التحديات المتعلقة بالمناخ. ثم أيضا القضية الثانية تتعلق به أن يكون هناك درجة كبيرة من التعاون بين مصر وألمانيا في المرحلة القادمة في مجال الطاقة والغاز، خاصة أنه تم توقيع اتفاق بين القاهرة والاتحاد الأوروبي لتمرير طاقات الغاز في المرحلة القادمة عبر الغاز المسال محطتي أودكو ودمياط، واعتبار أن مصر أصبحت دولة رائدة في شرق المتوسط أفضل غاز المتوسط، وبالتالي لديها درجة كبيرة. نعم. التعاون. وهي الاستراتيجية المصرية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي لتصدير الطاقة، لكن يعني دعني أتحدث معك فيما يخص العلاقات الثنائية ما بين دولتين صديقتين على مدار أعوام ماضية، وليست صداقة أو علاقات وليدة اللحظة. دائما ما يكون هناك نوع من التعاون في مجال التدريب الفني والمهني والتكنولوجي ما بين مصر وألمانيا، لا توقف فقط على ذلك بل أيضا توطين هذه الخبرات في الداخل المصري وتوطين الصناعات بالكيفية الألمانية، أو دعنا نتحدث عن سياسة العمل الألمانية ووتيرة السرعة التي تتميز بها دائما. كل تأكيد العلاقات المصرية بعد أسابيع معدودة ستبدا احتفال 70 سنة 70 عاما من مسيرة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين. هناك تاريخ مشترك، هناك مشروعات عملاقة بين البلدين فيما يتعلق بمسائل التدريب ونقل الخبرة الألمانية في مجال العمل بجانب المصري، واعتقد هذا ليس وليد الآن، كان هذا قائم في عهد التسعينات والثمانينات عبر المشروع المعروف فيما يتعلق بالتدريب الخاص، وايضا مجموعه من المشروعات العملاقه في مجال التدريب والاداب. واعتقد ان الجانب الالماني اصبح لديه درجه كبيره من التمكين، بان هناك درجه كبيره من الانفتاح في مشروعات النجاح الاقتصادي في مصر، وان مصر استطاعت في السنوات الثمانيه الماضيه ان تحقق ما اشبه بالمعجزه الاقتصاديه في مجال الاصلاح الاقتصادي وفتح الافاق والامام للاستثمارات ورفع معدلات التنميه في مصر بوتيرة سريعة، وبالتالي ألمانيا أصبح لديها درجة كبيرة من المشاركة عبر الحكومة الألمانية والقطاع الخاص في مشروعات عملاقة في مجال الغاز، في مجال الطاقة، في مجال الكهرباء، في مجال الأنفاق. بالتالي هي تريد أن تنقل الخبرة الألمانية بالتعاون مع مصر بعد النجاحات الأكيدة من قبل الجانب المصري وتوفير الجدية في مشروعات الإصلاح الاقتصادي، لأن يكون هناك تنمية مستدامة ومشاركة مصرية ألمانية في هذا الشأن. نجحت مصر وألمانيا في مشروعات خاصة بالتدريب، وهناك ما يعرف المشروع القديم الذي من خلاله يتم فتح مجموعة من المدارس الخاصة بالتدريب والأعداد والتعليم الفني في مصر، وأعتقد الجانب الألماني أحيا هذا المشروع في سنوات ما يمكن أن يضيفه لسوق العمل المصري الذي هو بأمس الحاجة إلى هذه الكادرات الفنية في التعامل مع متطلبات العصر. كل تأكيد غير المعادلة في ظل انفتاح مصر للمشروعات الاقتصادية والتنموية وفتح الأفاق أمام مجال الصناعة في مصر بإعداد وتدريب لكوادر جيدة تتماشى مع مشروعات طموحة للإصلاح الاقتصادي في مصر. نجحت مصر ولديها أيضا رغبة كبيرة في مضاعفة هذا النجاح في السنوات القادمة من خلال رؤية 2030 المصرية. أعتقد سيكون هناك بالفعل درجة كبيرة من الاستفادة من حجم النجاح الألماني والماكينة الألمانية في المشروعات الكبرى، باعتبار ألمانيا قاطرة أوروبا والعالم في
الصناعة، هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على المشروعات الخاصة بالتعاون والتنسيق في مجالات التنسيق الصناعي بين القاهرة وبرلين، وسيلعب دورا كبيرا فتح آفاق المشروعات العملاقة، تلعب دورا كبيرا في نقل الخبرة والتدريب واللوجستيات الألمانية، وفتح الآفاق أمام مشروعات أيضا خلال ألمانيا توفر التدريب وتوفر كثير من العمالة الماهرة التي خلالها تستطيع مصر في السنوات القادمة أن تضع أقدامها على مسيرة إصلاح صناعي واقتصادي بالغ الأهمية في المرحلة القادمة، حتى تستكمل منظومات الإصلاح بشكل كبير من الجدية والنجاحات، وتلاحق ألمانيا فيما يتعلق بتوفير الاستعدادات الفنية الألمانية. نعم، ماذا عن شكل التعاون ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والآفاق المستقبلية لهذا التعاون في ظل أزمة اقتصادية عالمية؟ أعتقد أن هناك مهام أوروبي، الاتحاد الأوروبي في السنوات ال 15 وال 20 الماضية بلغ ذروته في السنوات القليلة الماضية في ظل عظم التحديات سواء على المسارات السياسية أو الاقتصادية، وبلغ ذروته من الاعتماد الأوروبي والألماني على المصري فيما يتعلق بأزمة الغاز وما إلى ذلك بعد الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وألمانيا لديهم درجة كبيرة من الاعتماد على مصر باعتبارها دولة محورية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في إقليم الشرق الأوسط. لعبت أدوار بالغة الأهمية في حفظ الأمن الوطني في الإقليم، واستطاعت مصر أن توفر حاضنها أيضا لمسارات العملية السياسية سواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبالتالي هناك رهان أوروبي كبير ورهان ألماني كما قال المشير الألماني جون شولتز، لأن ألمانيا تقدر الدور المصري في حرب غزة الأخيرة في العام الماضي واستمرار المسائل المصرية لعملية السلام في الشرق الأوسط. بالتالي في ضوء التحديات بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما حدث من أزمات خاصة في الاقتصاد والأمن الغذائي والطاقة، هناك رغبة في أن يكون هناك مادية التعاون والطلاق بين مصر وألمانيا في المرحلة القادمة والاتحاد الأوروبي، مشروعات عملاقة وكبرى. وأنا أستنتج مما حدث في المؤتمر الصحفي اليوم أن الرئيس دعا الجانب الألماني لاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة وإقامة مشروعات ألمانية أوروبية في مجال الغاز في المرحلة القادمة، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون له ما بعده من رغبة ألمانية وأوروبية أيضا على إقامة مشروعات خاصة في الغاز في المرحلة القادمة توفر فائض قوة من الغاز لأوروبا في المرحلة القادمة بعد مجموعة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في الأسابيع الثلاثة الماضية من ناحية، وبعد أيضا نجاح مصر كمحور استراتيجية الطاقة في منطقة الشرق المتوسط يلعب دورا كبيرا في سد الغاز الذي فقد من الحرب الروسية الأوكرانية وتصميم روسيا، ومنتدى الشرق المتوسط الذي كان المقر الخاص به في مصر. لكن دعني أتحدث أيضا عن الدور الريادي لمصر سواء فيما يخص الشأن الإفريقي أو يخص الدائرة الأكبر بالشأن العربي والشرق أوسط بدوله المختلفة التي ما زالت تعاني من أزمات تمس بشكل مباشر شعوب هذه الدول ومصالحها، ومن ثم تطل أيضا القارة الأوروبية. تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لابد من البعد عن المسببات أو نزع فتيل المسببات التي تؤدي إلى هذه الأزمات ومن ثم تفاقم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المختلفة. كيف ترى هذا الأمر والجهود المصرية الرائدة فيها؟ أعتقد الألمان والأوروبيين قناعة ولمس التأكيد الآن أن قصة الدولة المحورية هي ركيزة العمود الخاصي لمصالح الغرب في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، وبالتالي هذه الدولة لديها من تاريخ وعراقة وحضور سياسي تتمتع بكثير من المقومات ومؤهلات القوة السياسية والحضور والاشتباك السياسي مع قضايا الإقليم وتوفير حلول واستحقاقات لقضايا الشرق الأوسط من خلال هذه النجاحات لدى أوروبا وألمانيا درجة كبيرة من الرهان على استمرار هذا الدور المصري باعتبار أن كل إشكاليات المنطقة تحتاج إلى محرك رئيسي، وأعتقد أن هذا المحرك وهذا القضاء يتمثل في المسيرة الرئاسية الحزبية خلال جهدها استطاعت تلعب دورا كبيرا في السنوات الماضية لاستعادة مقاومات الدول المصري في الإقليم، ثم الانفتاح مع كثير من دول العالم، ثم النجاح أيضا فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتالي هذا النجاح أهل مصر لاستعادة زمام المبادرة فيما يتعلق سياسي، ولعب دورا كبيرا في تغيير المعادله في اقليم الشرق الاوسط. اعتقد العوده القويه لمصر ستعد تغير كثير من موازين القوى في المنطقه، وبالتالي اصبح هناك رهان على الدور المصري باعتبار الدور يسعى الى تكريس الاستقرار والسلام والامن في الاقليم خلال التجارب المصريه مكافحه الارهاب او فيما يتعلق بالصحه الاقتصادي او استعاده زمام القياده والدور السياسي في الاقليم، اصبح هناك شريك اساسي لاوروبا والمجتمع الدولي. ووجدنا ايضا النهارده في المانيا الرهان على مشروعات اصلاح فيما يتعلق بالطاقه والغاز والمناخ
المرحله القادمه باعتبار اساسا في الان شريك استراتيجي وفرص التشغيل والتنميه المستدامه داخل الدول المختلفه. اشكرك يا جزيل الشكر الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام. شكرا جزيلا. مشاهدينا وما زلنا نتابع أصداء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة برلين وحضوره لحوار برلين للمناخ. ينضم إلينا الآن السيد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك، وبعد التحية تابعنا استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الألمانية برلين، وطبعا انطلاق فعاليات مؤتمر أو حوار بيترسبيرغ للمناخ برئاسة مصر وألمانيا. كيف تابعت هذه الزيارة؟ يعني اسمح لي بداية إن أنا أشير إلى أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لألمانيا دي بتعبر عن العلاقات الوثيقة بين البلدين، واللي شهدت طفرة متميزة للغاية منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم في يونيو عام 2014. نعم. العلاقات المصرية الألمانية اليوم وبعد 8 سنوات بتعد نموذج يحتذى به للتنسيق والتشاور السياسي بين البلدين وبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنافع المتبادلة. النهارده اولا شهدت الزياره لقاءات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه مع الرئيس الالماني وكذلك مع المستشار الالماني، وهذه الزياره بتعكس عمق العلاقات بين مصر وبين المانيا. هناك شراكه اقتصاديه وتجاريه قويه بين البلدين، وده بياتي في اطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بدبلوماسيه التنميه وتعظيم مصالح مصر الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية. احنا حضرتك لو بصينا للشراكة الاقتصادية والتجارية اللي بين مصر وألمانيا خلال الفترة الماضية، احنا بنلاقي أولا حجم علاقات التبادل التجاري بين البلدين وصلت إلى 5.2 من 10 مليار دولار خلال عام 21. ده معناه أن ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وأن مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. إذا نظرنا إلى الاستثمارات الألمانية في مصر، ألمانيا بتتبوأ المرتبة 20 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، والاستثمارات الألمانية وصلت إلى حوالي 3 مليار دولار من خلال تواجد 1200 شركة ألمانية في كافة القطاعات، الطاقة، التعدين، النقل، البنية التحتية، التكنولوجيا، صناعة السيارات. وإن مصر بتأتي ضمن أكثر 10 دول بالنسبة للحصول على ضمانات الاستثمار الألمانية. هذا فضلا عن أن حجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بتصل إلى 2.1 من 10 مليار دولار. احنا لاحظنا الفترة اللي فاتت يعني النتائج المبهرة التي تمخضت عن هذا التعاون الاقتصادي الوثيق بين الدولتين في المشروعات العملاقة. نعم. اللي قامت سيادة السفير محمد عبد الحكم، نعتذر لضيق الوقت. السيد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. ومتابعنا لفعاليات هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، وأيضا رئاسة سيادته المشتركة مع ألمانيا لحوار بيترسبيرغ للتغيرات المناخية. ينضم إلينا مباشرة من هناك علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، دعني أتحدث معك عن آخر التطورات فيما يخص هذه الزيارة ونشاطات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا. نعم، هبة، من الممكن أن نصف زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين بأنها تضيف حجرا جديدا في جدار العلاقات المصرية الألمانية، الذي بالمناسبة تأتي هذه الزيارة ويحتفل البلدان بمرور 70 عام على تأسيس وإطلاق هذه العلاقات الدبلوماسية التي شهدت طوال العقود الماضية طفرات متلاحقة من الازدهار ومن تعزيز أطر التعاون بين البلدين
على كافة الأصعدة لا سيما على الصعيد الاقتصادي. في هذه الزيارة الشق الاقتصادي يحتل جزء كبير من مباحثات السيد الرئيس مع كبار المسؤولين في الجانب الألماني. نتحدث عن قطاعات بعينها، قطاع الطاقة، قطاع النقل، قطاع الإنشاءات والبنى التحتية، والاستفادة من التجارب الألمانية في كل هذه القطاعات لإلقاء مزيد من الضوء على عدد من هذه الموضوعات التي بحثها السيد الرئيس مع عدد من المسؤولين الألمان. ينضم إلي على الهواء مباشرة ضيفي المهندس هاني عازر، وهو عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لخبراء وعلماء مصر بالخارج، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز علماء الطرق وخبراء الطرق في العالم. برحب بسيادتك يا باشمهندس هاني، ولو تطلعني أو تطلعني على قراءة سيادتك لأبرز محطات النجاحات في العلاقات المصرية الألمانية على الصعيد الاقتصادي، وتحديدا على صعيد الاستفادة من التجارب الألمانية في عدد معين ومحدد من القطاعات، نتحدث عن قطاعي الطاقة والنقل. أهلا وسهلا بيكم أولا في ألمانيا وبرلين، وبرلين كلها منورة بيكم طبعا بزيارة سيادة الرئيس والوفد اللي معاه، وكلنا فرحانين أنه كنتم موجودين هنا، لأن دي طبعا كلها بترفع رأسنا كلنا كمصريين وكعرب، بحيث ان احنا هنا موجودين في الوقت ده، وان سيادة الرئيس موجود في الزيارة ديت، وان هو بيقابل برضو المستشار الالماني شولز برضو على انه مستشار لأول مرة هنا وترحيبه بيه. دي بتبين برضو قوة العلاقات بين مصر وبين المانيا، والايام اللي جاية هتزداد اكتر واكتر في المستقبل، لان طبعا مصر بيعتبروها الالمان هنا الركيزة للشرق الأوسط والأفريقيا، وإن دي البلد اللي هي ليها استثمارات مستقبلة وليها كمان أمل كبير في شبابها وولادها، فعلشان كده هم حسوا بيها في جميع المشاريع اللي هم قاموا بيها واستثمروا بيها وحيستثمروا بيها في مصر، ومهتمين جدا بالاستثمار والشراكة مع مصر في كل المجالات. في مجال الطاقة تحديدا يا باشمهندس هاني، مصر كان لها يعني تعاون وثيق مع احدى كبريات الشركات الالمانيه، وهي شركه سيمنز، لبناء محطات الطاقه في مصر، وكانت هناك نجاحات لهذا التعاون. لو حضرتك تقول لي ماذا يعكس هذا التعاون من نظره للمستثمر الالماني للسوق المصريه الواعده؟ هو طبعا لو احنا نرجع شويه لثمان سنين ورا، من اول ما بدانا من ثمان سنين نشوف ايه اللي حصل في مجال الطاقه. يعني كان انا فاكر كويس لما كنت بنزل مصر كان كل الناس بتشتكي ان الطاقه الكهرباء بتتقطع، ما حدش بيعرف يذاكر، التوجيهيه على الثانويه العامه على ابواب البيوت، ما كانش في دلوقتي ما بنتكلمش على انقطاع الطاقه او الكهرباء، فدي معناها ان في حاجه حصلت كتير. من ضمن الشركات اللي قامت بهذا الموضوع الاتفاقيه اللي تمت بين مصر والمانيا، بين طبعا شركه سيمنز والمانيا، في انشاء الثلاث محطات الكهرباء الكبرى، واحده في البرولوس وواحدة في العاصمة والتالتة في بني سويف، ودي طبعا كل واحدة منهم بتطلع 4800 جيجا وات على حسب ذاكرتي يعني. فده سبب كبير جدا ان الطاقة دلوقتي او الكهرباء دلوقتي موجودة عندنا، ونقدر دلوقتي على ما اعتقد ان احنا نقدر نصدرها لبرا اوروبا. ايه اللي حصل لما يبقى عندنا مشاريع زي دي من الطاقة؟ ان طبعا ما فيش اي مشروع تقدر تكمله لو ما كانش عندك بنية تحتية قوية او استثمار كبير في البنية التحتية. المانيا لما برضو الحرب العالمية الثانية عملت نفس العملية، بعد ما الحرب العالمية الثانية ان هي دخلنا على ان يعملوا استثمارات ويبنوا البلد بالبنية التحتية الاول، فالبنية التحتية منها برضو اساسها الكهرباء، لان من يعني لو احنا تخيلنا الكهرباء بدونها ما نقدرش نسوق المترو، ما نقدرش نسوق القطر الكهربائي السريع، ما نقدرش نعمل اجهزه كبيره بتشتغل بالكهرباء. يعني الكهرباء ليها اساس كبير في الاستثمار وليها اساس كبير في المستقبل بتاع الاقتصاد. يعني وصلنا الان الى الحديث عن ان مصر تتحول الى ان تكون مركز لانتاج وتداول وتوزيع الطاقه في المنطقه، اكبر هب او اكبر مركز لتداول وانتاج الطاقه. نتحدث ايضا وحضرتك قريب من دوائر صنع القرار سواء على المستوى السياسي او على مستوى المستثمرين الالمان، ابرز القطاعات التي تلقى اهتمام لدى المستثمر الالماني للاستثمار بها في مصر؟ هو دلوقتي طبعا في المركزين كلهم طبعا هنا في المانيا برضو على موضوع انشاء الخط الطريق السريع اللي هو القطر السريع لعين السخنه العالمين لغايه مطروح،
أو من القاهرة إلى أسوان أو من الأقصر للسفاجة إلى الغردقة. لو أنت طبعا تمعنت في الكلام ده كله، دي معناها أن أنا دلوقتي بخش في مجال الطاقة المتجددة، في مجال الاستثمار في البيئة والمناخ، أن احنا بنحاول دلوقتي نساعد العالم كله ونطبق نظرية أو اتفاقية باريس اللي هو انخفاض درجة الحرارة لواحد ونص درجة. فالنقل الأخضر اللي احنا بنستخدمه أو اللي احنا حنستخدمه ده من ضمن المشاريع القادمة اللي هي مصر قامت بيها. انت بتشوف ان مصر ليها رؤية، بتشوف كمان ان مصر بتبص لقدام. يعني هنا بدأوا يتكلموا في الموضوع بتاع الخط السريع اللي بالكهرباء، معناه ان انا برضو دلوقتي مفيش ديزل، مفيش اللي هو ايه انبعاثات اللي هي بتطلع اللي هي بتخفيض ثاني اكسيد الكربون. فديت برضو من ضمن المجالات، مجالات النقل الجماعي زي المترو، زي الاوتوبيس اللي هو السريع، كل ديت مجالات دلوقتي شغالين فيها. زائد طبعا مجال مش عايزين ننساه، موضوع الهيدروجين الايه الاخضر ده اللي هو العالم كله بص عليه. مصر كمان ليها مميزاتها القوية اللي اعتبر انا يعني من وجهة نظري مش موجودة في حتة تانية، انها موجودة على بحرين، البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط، وفي نفس الوقت عندها مواني كتيرة. بدون المواني دي ما نقدرش ننقل الهيدروجين او ما نقدرش ننقل الغاز الطبيعي لاي بلد في العالم. المانيا بدأت تبني المواني دي دلوقتي لما عرفت الأزمة اللي حصلت، فبدأت تبني دلوقتي مواني. احنا عندنا المواني، عندنا الطاقة الشمسية وطاقة الريح، ونقدر نطلع منها عن طريقها الهيدروجين الأخضر. يعني في كل المجالات، مجالات النقل، مجالات المواني، مجالات الطرق والكباري، مجالات الطاقة، مجالات السكة الحديد والنقل الجماعي، بتلاقي ان البلد ماشية في طريق في جميع المجالات وفي كل المجالات وبسرعة. أخيرا مهندس هاني، قبل هذا الهواء قطعت جلسة لحضرتك جمعتك بعدد من المهتمين والمعنيين بالاستثمارات في مصر، وأيضا المهتمين بقضية التغير المناخي. لو حضرتك تطلعنا على أصداء الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس في الجلسة الرئيسية اليوم في حوار بيترسبرغ، كيف كانت هي الأصداء لهذه الكلمة والمقاربة الشاملة التي قدمتها مصر للتعاطي والتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية؟ التغيرات المناخية أثبتت أن مصر هتلعب دور كبير جدا جدا جدا، وأن الثقة اللي في العالم كلها موجودة في مصر، أو علشان كده مصر هتستضيف مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر، ودي برضو بتبين أن العالم بيثق في السياسة مصر، سياسة الدولة والحكومة والرؤية بتاعتها. وفي نفس الوقت واثقين كمان أن هم ماشيين في الطريق الصح اللي هو بتاع اتفاقية باريس، تخفيض درجة الحرارة على 1.5، انخفاضات الانبعاثات بتاعت ثاني اكسيد الكربون، كل ده طبعا محطوط في الاعتبارات العالميه وبصلناها على نفس المنظر ده. مهتمين كمان ان سياده الرئيس زي ما هو قال ان موضوع المناخ وموضوع كافريقيا كقاره زي ما نقول خضراء شبابيه ليها امل كبير جدا انها تقدر تساعد في موضوع تاثير المناخات اللي موجوده دلوقتي. فهم باصين لمصر على كل ناحيه، وواثقين في السياسه الموجوده في مصر انها هتمشي في الطريق الصح، وعلشان كده بيدعموها وبيرحبوا بيها، وعايزينهم دايما في كل حاجه تكون هم مصر تكون معاهم. فدي بتثبت طبعا ان احنا ماشيين صح. مهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لخبراء وعلماء مصر بالخارج وخبير الطرق العالمي، بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذه المداخله. شكرا يا فندم، كتر خيركم، كل سنه وانتم طيبين كلكم. شكرا جزيلا. مصر الشريك الثالث تجاريا على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط لألمانيا، هناك أكثر من 1180 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية في كافة القطاعات. ميزان التبادل التجاري بين البلدين هذا العام نهز 6 مليارات دولار، أرقام تعكس مدى العلاقات القوية والمتينة الاقتصادية تحديدا التي جمعت القاهرة وبرلين، وأفاق رحبة سوف تنتظر هذه العلاقات بإرادة سياسية متوفرة لدى الجانبين سوف نشهد ثمارها خلال الفترة المقبلة كما أشار ضيفي الكريم منذ قليل. نعم نعم، علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، جزيل الشكر لك ولضيفك الكريم المهندس هاني عازر. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه تغطية خاصة على
شاشة التلفزيون المصرية لفعاليات حوار بيترسبرغ للتغيرات المناخية الذي جاء برئاسة مشتركة لكل من مصر وألمانيا، وتابعنا فعاليات جلسته منذ الصباح، والتي بالطبع تحدث في جلسته الرئيسية رفيعة المستوى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتز. هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس إلى ألمانيا وتستغرق يومين، ويقابل خلالها عدد من المسؤولين الألمان والتعاون في كافة المجالات وعلى المستوى الاستراتيجية مستوى القمة. وتعد هذه الفعالية حوار بيترسبرغ للمناخ محطة رئيسية وهامة قبل الحدث الأكبر في استضافة مصر للقمة العالمية للتغيرات المناخية COP27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم. متابعتنا مستمرة معكم على مدار اليوم. وفي نهاية هذه الجولة الإخبارية رأيكم أهم ما جاء فيها. خلال الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرغ للمناخ، الرئيس السيسي يؤكد أن تغير المناخ بات يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الألمانية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، ويؤكد أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل قارة أوروبا. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت. نهاية النشرة ونهاية هذه التغطية حتى اللحظة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد.